رح نعمل جولة على أبرز محطات الفنية والثقافية. من مالي الفنان باسيكو كوياتي بينقل موسيقى نيجيريا إلى مهرجان الربيع بأمسية بتحمل عنوان باسيكو أند غارانا روت، والموعد السبت بكرة 14 شهر 8:30 المساء على مسرح دوار شمس بالطيونة. الفنان الكردي التركي فرحات تونك والتركي ارتان تكين بدورهم رح بيكون في لهم محطة ضمن مهرجان الربيع بدورته الثامنة، ورح ينقلوا من خلالها الموسيقى التقليدية من بلادهم إلى الجمهور اللبناني، والموعد معهم الاثنين المقبل 16 شهر الساعة 8:30 المساء بالأونوماتوبيا بالأشرفية. وعم نشوف فرحات تونك. تدعي الجامعة الأنطونية إلى احتفالية بعنوان ماء الشعر ناره، أمسية احتفالية تكريمية للشاعر صلاح السيتية نهار السبت 28 أيار الساعة 7 المساء بحرم الجامعة الأنطونية بالحدث ببعبدة. ومنتابع مع أخبارنا بإطار نشاطات شكسبير أو سينما يلي بتنظمه مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية طيلة شهر أيار، دعوة لمحاضرة مع الأستاذ أميل شاهين وعرض مشاهد من أفلام وثائقية. المحاضرة رح تحمل عنوان زافيريلي سينايست شكسبيريان سون ستيل إي لانسامبل دو سون أوفر نهار الاثنين 16 أيار الساعة 7 المساء. أما نهار الأربعاء 18 أيار عرض لفيلم شكسبير إن لوف للمخرج جون مادن، والفيلم بيبدا عرضه الساعة 7 المساء. His world. Who is she? Dream on, Will. I heard you were a poet. I was a poet till now. Shakespeare! My heart belongs to you, but I will marry Wessex a week from Saturday. Is she fertile? She will breed. If she do not, send her back. If they find you here, they will kill you. For one kiss, I would defy 1,000 Wessexes. That woman is a woman! How refreshing. منتابع مع أخبارنا. بتدعي المخرجة السينمائية مروة قرعوني إلى حضور عملها التمثيل الأول يلي بيحمل عنوان قهوة طفل، نص وإخراج هشام زين الدين، نهار الأربعاء 25 أيار الساعة 8:30 المساء على مسرح دون سنتر بفيردان. عم نشوف كنا البوستر الخاص بالعمل. ومنتابع مع أخبارنا بدعوة من المعهد الثقافي البرازيلي بلبنان وتحت عنوان We Can Do This، أمسية موسيقية مع الموسيقى الكلاسيكية وعازف البيانو الألماني أنتي جوهانسون الليلة 13 شهر الساعة 7 المساء بمار متر بالأشرفية. ومنسمع من أنكي جوهانسون عازفة البيانو. نتابع مع أخبارنا بدعوة من حركة الشبيبة الأرثوذكسية، أمسية موسيقية مع شرب الروحانة وفرقته الموسيقية بعود ريعة لدعم المركز الطبي الاجتماعي. الموعد السبت بكرة 8:30 المساء على مسرح بيت الطبيب بفرن الشباك. بوم اسلك تبقوا غني بوم 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 طق البلد، يبدو انه احترق فيوز وغيار وبرا البلد. بوم اسلك تبقوا غني بوم 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 طق البلد، ايضا من اخبارنا ولكل محبي الطرب لهم موعد مع الفنان نعيم الاسمر بدعوه من جمعيه منتور اريبيا، حيث رح بيعود ريع الحفل لإلها هالجمعيه يلي تعنى بالشباب وبتوعيهم من مخاطر المخدرات. الموعد 29 ايار 8:30 المساء على خشبه مسرح المدينه.
منتابع مع أخبارنا استحضارا لأرشيف الإذاعة اللبنانية اللي عنده تاريخ غنائي لبناني طويل وكبير. بيطلق مترو المدينة ب 25 أيار المقبل مشروع بعنوان متروفون، والبداية رح بتكون مع حفلة بعنوان بتندم، تحية للمطربة اللبنانية وداد. إذا بتندم نهار الأربعاء 25 الشهر الساعة 10 المساء على مسرح مترو المدينة، وبنسمع من وداد. لما بترجع تسألني مش عاجبي، والعاجبي اللي بده يظهر مني الله بيعلم، الله بيعلم تندم وحياة عيوني بتندم. بدك تقهرني طيب لبنك شي غير مجرب، لما بترجع يا حبيب يا حبيب شو بدك تندم يا خوي، شو بدك تندم تندم. من أخبار صباح تحية لروح الفنانة وداد يلي أرشيفها كتير كبير بالإذاعة اللبنانية، والموعد مع أفضل ما غنت نهار الأربعاء 25 الشهر بمترو المدينة. منتابع بخبر أخير، بتدعي لجنة مهرجانات محمية أرس تنورين إلى المشاركة بالمؤتمر الصحفي اللي رح يقام بوزارة السياحة القاعة الزجاجية نهار التنين المقبل الساعة 10:30 صباحا، وذلك للإعلان عن فعاليات المهرجان السنة بمشاركة مروان أسامة وغادي الرحباني يلي بيقدموا مسرحية ملوك الطوائف تأليف وتلحين الكبير الراحل منصور الرحباني. عم شوف مشاهد من ملوك الطوائف. لمين بدك تشتكي أحلامك ضلت حاكي، لمين بدك تشتكي أحلامك ضلت حاكي، حرامي صبح شرطي والغسالي. المؤتمر الصحفي إذن رح بيكون التنين، وخلاله رح بيكون في محطة فنية للفنانة هبة طوجي بمشاركة أكيد أسامة الرحباني. بنسمع من هبة. قبل ما ننتقل عند بيارات واحوال طرقات، منذكر انه اليوم 8:30 صباحا عبر اذاعه الشرق مع زميلنا يقظان التقي ضمن المجازين السياسي قراءه بنتائج انتخابات بيروت والبقاع، وايضا اضاءه على الانتخابات المقبله مع ضيوف المجازين السياسي يلي هن الدكتور توفيق الهندي، الدكتور مكرم ربح، الخبير الاستراتيجي الياس حنا، استاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري. وفي المجازين ايضا مداخلات من نعمه فريم، دوري شمعون، زياد حواط، وجدي مراد، وغالي يازجي او غالب ياغي. بذكر 8:30 عبر اذاعه الشرق. عند بيارات احوال طرقات، المعاون خضر بزي من غرفة العمليات المشتركة تبع لهيئة إدارة السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن حركة السير كيف عم تكون بهالأثناء طبعا على مداخل بيروت وداخل العاصمة. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال تمام. تفضل بالتفاصيل، حركة السير كيف عم بتكون هلا؟ اوكي، عم تشهد مبدئيا حركة سير صباحية كالمعتاد باتجاه بيروت، بنبدأ من الشمال عم تكون كثيفة من جوني باتجاه نهر الكلب، على نهر الكلب عم تكون تقريبا طبيعية. نعم. باتجاه الضبي ليبدأ ضغط السير تقريبا من تحت جسر النعاشل، يعني بلش تخف كتير السير هلا لانه كان واصل تقريبا للمول الضبي، هلا نعم. تقريبا عن جسر النعاش صار باتجاه انط الياس حتى الفرن. نعم. يعني اول شهر الحلو باتجاه بيروت دون اي مشاكل حاليا على الطريق. مدخل جنوبي كمان عم بيكون كثيف، يعني خلدي باتجاه انفاق المطار، ناشطه على وزاعي وصلنا حتى جسر الجناح، كمان عندنا حركه سير من شوي فات باتجاه الحدث دون اي مشاكل كمان على الطريق. داخل بيروت عم بتكون عندنا كثيفه من المدينه الرياضيه جسر الكولا باتجاه نفق سليم اسلام، على كورنيش المزرعه عمار الياس بالاتجاهين،
عنا حركة سير على بوليفار فن الفيل باتجاه السلومة الحايك وصولا حتى جسر الواطي. المدخل الشرقي لبيروت يعني الخط اللي نازل من لباعة عم تكون عنا حركة سير ما بين الطبيعية إلى ناشطة وصولا حتى السيادة وتترد رئيس الهراوي. عنا بتكون شوي كثيفة على مدخل سوق السمك يعني على قطرد رئيس لحود باتجاه سوق السمك كمان ما عنا أي مشاكل على الطريق. الوجهة البحرية لبيروت عم تكون عنا حركة سير ناشطة يعني مبدئيا من الروشي الحمام العسكري حتى عين مرسي. داخل ساسين عم يكون عنا حركة سير من ساحة ساسين باتجاه مداخل الأشرفية على الحمراء وفردان مبدئيا حركة سير طبيعية. اوكي في بس ضغط سير كمان عم بيكون على الجسر يلي بيربط الدكوانة بالأشرفية بأول جسر بسبب الأعمال. صحيح. صباحا عم بيكون في ضغط كتير كبير للسير وعم بيكون في غياب للعناصر يمكن تتسهل أكثر عملية المرور للمواطنين. هيدا الشيء رح نتابعه مبدئيا، هيدا الشكوى رح نتابعها مع عناصر السير المعنية بهذا الموضوع على بأسرع وقت ممكن. وعندكم فكرة لإمتى هالأعمال بدها تستمر على الجسر؟ هيدي ضمن الأشغال المتعهد يعني فور الانتهاء راح نفيد عنا إن شاء الله. نعم نعم. بالنسبة لحوادث السير عنا 11 حادث نتج عنه للأسف 3 قتلى و17 جريح، عنا قتيل صار ليلا على اوتوستراد الدامور. نعم. وقتيل صدم بمنطقة الشوف وعنا قتيل كمان بمنطقة على امبارح صار على تقاطع بشارة الخوري ما بين شاحنة ودراجة هوائية. نعم نعم. وبالنسبة لمخالفات السرعة عندك فكرة عن المسج؟ بعد ما صدر من العلاقات العامية هذا القرار وبننتقل للتواصل معنا على 17-20 على مدى 24 ساعة وعبر التواصل الاجتماعي على الاتي ام سي لبنان، ونحن بخدمتهم بأي وقت كان. هلا المهم بكره بده يكون في حدا بده يسهل حركة المرور على جسر الدكوان الأشرفية لأنه أنا عم بعلق بالعجرة كل يوم. تكرم عيوني. شكرا أنا وغيري. شكرا لك. نحن رح نتوقف هلا مع بريك تاني وبنرجع بنتابع أخبار الصباح.